من قلبي كلام مش متزوق متروق ووصف انه حر بوصف بفصص بتكلم عن حالة الشارع والواقع المر حواديتي ما بتخلصش دي حدوتة شارع شد الطرف منها تمر خلاصة خبراتي يوماتي في حياتي بصيغها من وجهة نظر باللهجة العامية بتتغنى في اغنية وده هو الراب يا بشر شكل من اشكال الغنوة الشعبية رجع لينا تاني وظهر مواضيعه قوية وجريئة مخدرات قتل وحياة الخطر وبرضه في ضحك وتريقة على الواقع وصراع الانسان والقدر نفسي اغني اغنية ويقول الكورس فيها غصا مطر اعمل الصح اعمل الصح كلام مش متزوق متروق ووصف انه حر بوصف بفصص بتكلم عن حالة الشارع والواقع المر حواديتي ما بتخلصش دي حدوتة شارع شد الطرف منها تمر خلاصة خبراتي يوماتي في حياتي بصيغها من وجهة نظر باللهجة العامية بتتغنى في اغنية وده هو الراب يا بشر شكل من اشكال الغنوة الشعبية رجع لينا تاني وظهر مواضيعه قوية وجريئة مخدرات قتل وحياة الخطر وبرضه في ضحك وتريقة على الواقع وصراع الانسان والقدر نفسي اغني اغنية ويقول الكورس فيها غصا مطر اعمل الصح اعمل الصح كلام مش متزوق متروق ووصف انه حر بوصف بفصص بتكلم عن حالة الشارع والواقع المر حواديتي ما بتخلصش دي حدوتة شارع شد الطرف منها تمر خلاصة خبراتي يوماتي في حياتي بصيغها من وجهة نظر باللهجة العامية بتتغنى في اغنية وده هو الراب يا بشر شكل من اشكال الغنوة الشعبية رجع لينا تاني وظهر مواضيعه قوية وجريئة مخدرات قتل وحياة الخطر وبرضه في ضحك وتريقة على الواقع وصراع الانسان والقدر نفسي اغني اغنية ويقول الكورس فيها غصا مطر اعمل الصح اعمل الصح من قلبي كلام مش متزوق متروق ووصف انه حر بوصف بفصص بتكلم عن حالة الشارع والواقع المر حواديتي ما بتخلصش دي حدوتة شارع شد الطرف منها تمر خلاصة خبراتي يوماتي في حياتي بصيغها من وجهة نظر باللهجة العامية بتتغنى في اغنية وده هو الراب يا بشر شكل من اشكال الغنوة الشعبية رجع لينا تاني وظهر مواضيعه قوية وجريئة مخدرات قتل وحياة الخطر وبرضه في ضحك وتريقة على الواقع وصراع الانسان والقدر